ما منزلة الإقرار بالنسبة لوسائل الإثبات؟ قال: وهو من أبلغ البينات. ولهذا يقولون الإقرار سيد الأدلة، يعني هو أقوى الأدلة. لماذا؟ لأن الشخص مأمون على نفسه، الشخص مأمون على نفسه، فالعادة أنه لا يقر على نفسه إلا بحق، وهو يضبط ما على نفسه أكثر مما يضبط من ضبطه لما رآه أو سمعه، فهو مأمون من تلك النواحي في إقراره. ولهذا كان الإقرار من أبلغ البينات كما يقول الشخص.